اهلا بيكم يا جماعه. بنكمل موضوعنا عن الطلاق. من اسباب الطلاق برضو اللي احنا عاوزين نتكلم عنها الافكار السلبيه، ان انت لما بتتعرض لضغط جامد نتيجه ان انت انفصلت عن اهلك، عن بلدك، عن اللغه بتاعتك، عن الثقافه بتاعتك، بتبدا تفكر بطرق سلبيه. الطرق السلبيه دي مشهوره في الاكتئاب، بتحصل في القلق، بتحصل في الادمان، بتحصل مع الاسترس نتيجة الكالتشرال شوك بيحصل. في أول فكرة سلبية الناس بتستخدمها كتير، ودي ساعات بيعملها بطريقة سبكونشس، يعني بطريقة غير واعية، discounting the positives. يعني إيه؟ يعني التركيز على السلبي والفشل في رؤية الإيجابي، اللي هي موضوع الكوباية، بتركز على الحتة الفاضية ومع التلة، والكوباية مليانة 90% أنت بتركز على الحتة الفاضية. يعني جوزك يبقى فيه مشكلة واحدة، تقوم انت تقولي جوزي ما فيهوش حاجة عدلة، بص هو الطلاق هو الحل. وزي ما انا قلت لكم قبل كده، ان انت لو انت تفكيرك سلبي، انت في حاجة اسمها law of attraction. law of attraction دي اللي هو قانون الجاذبية، ده ان انت اما هتبقى سلبي هتشد ناحيتك الحاجات السلبية. ودي محتاجة شرح، او في ناس بتسميها self-fulfilling prophecy. يعني انت لو شايف انا هتطلق هتلاقي المواقف بتحصل تثبت ان انت لازم تطلق. لا احنا مكملين مع بعض، مكملين، هتلاقي المواقف بتحصل تثبت ان انت هتكمل. فlaw of attraction ده والself-fulfilling prophecy دي حاجات حقيقية بنشوفها. في ناس برضو exaggeration، بتبقى over exaggerate كل حاجة بتحصل، بص ما فيش فايدة، احنا ايه اللي جابنا هنا، احنا اصلا ما نقدرش نصلح حاجة، هو زي ما هو وما تغيرش من مصر وجه هنا برضو مش هيتغير، احنا احسن ايه. وزي ما قلت لك، انت ضم بقى الطلاق ده مش سبب واحد، انت ضم كل حاجة، cultural difference مع sexual problems مع lack of spirituality مع الستريس مع الافكار السلبية مع infidelity مع مش عارف ايه، ضم كل حاجة تلاقي طلاق بيحصل. ما هوش الطلاق دايما مبيبقاش هو سبب واحد، ده كومباينيشن من اسباب مختلفة. في يبقى ان انت في الواحد لما يبقى مضغوط بيفكر بطريقة اكسجريت شوية. برضو كاتاستروفايزنج يعني ايه؟ يعني التفكير الكارثي، ان هو بص لو حاجة حصلت غريبة كده تفكر دايما ان في كارثة هتحصل. يعني لو جوزك مثلا ماشي في الشارع وبص على واحدة معدية، يوم لانك انت مضغوطه اوريدي، بس انت بدل دلوقتي مضغوطه هتلاقي نفسك بتكبري بقى وبتكاتاستروفايز. امال هو لو بص عليها وانا بمشي جنبه، امال هو لوحده هيعمل ايه، واكيد ده بيخني، واكيد ده هيسيبني. وبعدين تحطي سيناريو وتعيشي السيناريو ده، وتعيشيه في دماغك، يوم السيناريو ده ما تعيشيه في دماغك، يعمل شويه مشاعر، يوم المشاعر دي مطلعه عليه وتخربي عليه وتخربي على نفسك وعلى العيال. فاحنا ده بيحصل مع الضغط. بالحاجات التانية برضو personalization. يعني ايه personalization؟ اللي هي شخصنة الاحداث، اللي هو لو حاجة حصلت غريبة حواليكوا او حاجة وحشة تفتكري ان انتي السبب. يعني جوزك مكشر مثلا، جوزك مكشر دي ممكن يكون العيال مش بتذاكر، العيال هو تعبان في الشغل او مصدع. لا، في ناس بقى بتعمل personalize، جوزي مشكر، سوري جوزي مكشر، وبنادي عليه مش بيرد، يبقى انا السبب، اكيد انا السبب. تقوم تصعب عليك نفسك، ولما تصعب عليك نفسك تتعصبي، ولما تتعصبي تبدأي تتخني. وبس لما تتخني بقى مش بتقولي له اصل انت مكشر، لا، هتشوفي حاجة تانية تكون مور رياليستيك ان انت ممكن تحط فيها مشاعرك. في حاجة كمان jumping to conclusion. ايه jumping to conclusion؟ اللي هو قفز للاستنتاجات، ان انت توصل لاستنتاجات معينة، استنتاجات مش حقيقية من اصغر الانطباعات، وتعتبر ان ده ذكاء. يعني مثلا شفتيه بيتكلم في التليفون، بقى بيخني، شفتيه بيلعب في الفيسبوك، يبقى بيعمل شات مع مش عارف مين، مشروع مثلا بتعملوه وقع شوية أو, 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 أو المشروع فيه صعوبات معينة، هنخسر كل فلوسنا. فدي بنسميها jumping to conclusion. في حاجة كمان اسمها mind reading، ان انت الواحد لما بيضغط بيفتكر ان هو يقدر يقرأ افكار الناس ويبقى فاهم الناس بتفكر ازاي. انت انا عارفة ايه اللي في دماغه، انا فاهمة هو نوع على ايه، هو شايفني اني وحشة، انا عارفة في دماغه هو شايفني وحشة، هو شايفني معتوها. ودي بس ما بتبقاش راجل ومراته، الافكار السلبية اللي انا بقولها دي بتبقى لما انت تبقى مضغوط هتلاقي نفسك بتعملها، اللي هو اكساجريت وعمال تعمل personalization وjumping to conclusion ومايند ريدنج، والاسباب دي كلها عمال تعملها في البيت وفي الشغل ومع العيال ومع الصحاب.
برضو الليبلينج، الليبلينج دي اللي انت تحط ليبل معينة على الشخص او على نفسك حتى، انا فاشل وتمشي كده، انا فاشل او جوزي فاشل مفيش منه امل، فاشل فاشل، حطيت له الليبل دي مش قادر تشوف الويكنس والسترينث بتاعته، او جوزي ضعيف جنسيا، هو ضعيف جنسيا يا ستي ما ممكن يتعالج، لا هو ضعيف، بص هو الليبل دي هياخدها ضعيف جنسيا مش نافع، انا ازاي عايشه كده، ازاي مستحمله كده، ما ينفعش. او في نوع تاني بقى من طرق التفكير اللي هي بليمينج، ان انا كل ما تحصل حاجه ابليم جوزي او ابليم مراتي، جينا كندا دي فكرتك، دي شورتك، الواتس ات في المدرسه، دي منك مش مهتميه بيه، مع ان هو ممكن المشكله تبقى سببها الاثنين مش واحد بس، بس هو في بليمينج، دي من طرق التفكير السلبي، ان انا الوم اللي قدامي. وهكذا برضو الست ممكن تلوم جوزها على كل حاجه، وساعات احنا بنعمل كده بطريقه غير واعيه. اخر حاجه الطريقه بالتفكير بطريقه الاقطاب اللي هو ابيض واسود، اللي هو بلاك اند وايت، ان هي بص الحاجه اللي تبقى بيضه 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 وحلوه، لما تبقى سودة 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 ومنيله بنيله. فالجواز ده بص مثلا هو جوازي حلو، ده جوازي وحش واسود. يا ستي الجواز كله بيبقى جراي، في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه. برضو طريقه التفكير دي بتلاقيها في الشغل كمان، الشغلانه دي منيله بنيله انا لازم اسيبها، او الشغلانه دي حلوه جدا بص ما فيش احسن منها، او حتى ساعات العيانين يجي يقول له بص دكتور نادر ده احسن دكتور في العالم، وبعدين اعمل غلطة كده ولا اتأخر عليهم مرة، دكتور نادر ده اسوأ دكتور في العالم، ده اسمه black and white thinking or all or none. هو الدنيا كلها ايه؟ جري، مفيش black and white ومفيش all or none، كله جري. فانت حاول تشوف الدنيا جري بعيوبها ومميزاتها. من الحاجات كمان اللي مهمة lack of communication. يعني ايه lack of communication؟ اللي هو عدم القدرة على التواصل. ودي محتاجة كورسات مش هقدر اخش فيها في كل تفاصيلها، بس عدم القدرة على التواصل وعدم القدرة على تقول تعبر عن احتياجاتك، عدم القدرة ان انت set boundaries، عدم القدرة على انك say no when you should say no، ده كله ممكن يسبب مشاكل ويسبب طلاق. شكرا، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم.